السلام عليكم يا جماعة. بحكم انشغلنا شوي صغير بتفاصيل الجيل 12 ومراجعات للمعالجات الجديدة واللوحات وتوافقهم مع الويندوز 10 و11 وكل هدول الأمور، فقلنا زمان ما عملنا حلقة إخبارية وتفاصيل عامة للأخبار اللي عملت تصير حوالينا، فخلينا نسمي حلقة اليوم نقاشية أكثر من أنه هي إخبارية. في عندي كم نقطة مهمة بدي اتناقشهم معكم. خلونا بس قبل ما نبلش بحلقتنا النقاشية الإخبارية نقطع سبونسر حلقة اليوم وبنرجع بنكمل. رسالة سريعة من سبونسر حلقة اليوم: إذا عبالك تفعل نظام التشغيل عندك أو تطور على الويندوز 11، موقع كيس فان بقدم 50% خصم على مفاتيح ويندوز 10 و11 برو مايكروسوفت أوفيس. الموضوع كتير سهل وبسيط، بس دخل كود الخصم يلي هو ZT50، ادفع بأي بطاقة ائتمانية عندك إياها أو حتى كمان حساب الباي بال ما في عندك مشاكل، روح على إعدادات التفعيل ودخل الرمز جديد ليصير عندك ويندوز أصلي منفعل. طيب بالنسبة للأولى اللي هي متعلقة أكثر بالبلاك فرايدي والجمعة السوداء أو الجمعة البيضاء على حسب كل موقع بسميها على ذوقه، وكثرة الأسئلة هلا عن هذا الموضوع إنه شو هي المواقع الموثوقة اللي أنا ممكن أشتري منها بأسعار تكون كويسة وتكون موثوقة ما ينصبوا علي ومن هدول الأمور. أنا يا جماعة كنت عامل فيديو تفصيلي عن كيف أنت تقدر توفر بالتسوق أونلاين والمواقع الموثوقة، حاترك لك أنا الرابط بالآيفو. وفي نقطة كمان كتير مهمة بدي فعلا يا جماعة تسامحوني عليها، وبدي أنا أعتذر منكم أول شيء، وبدي أعتذر من نفسي أنا على الغلط اللي أنا كنت عامله بالفيديو اللي أنا كنت حاكي عنه قبل. انه بالفيديو انا كنت ذاكر انه موقع بي اند اتش هو من المواقع الموثوقه ومدحت فيه كتير، وزي ما بقولوا طبلت له لهذا الموقع، وصراحه ما بكذب عليكم انه هو فعلا من المواقع الموثوقه. كل تجاربي معه وكل الامور اللي انا اشتريتها منه كانت كلياتها ممتازه، ما كان في عندي معه مشاكل نهائيا، ونقلت لكم تجربتي بكل شفافيه. بس هلا برجع بقول لكم للمره الثانيه انه سامحوني يا جماعه على الغلط اللي صار بهداك الفيديو، ومن هلا برجع بقول لك انه بعاد كل البعد عن هذا الموقع تحديدا، لانه يا جماعه طلعوا اصحابه يهود، ومش اي يهود، طلعوا من اليهود المتعصبين جدا جدا جدا، وكل موصفين اللي عندهم يهود. والله بيشهد ان انا ما كنت عارف فيه للموضوع نهائيا، لانه لو عارف ما كنت عملت فيديو، وما كنت رجعت جيت اعتذرت منكم مره ثانيه وقلت لكم ما تستعملوا لهذا الفيديو، لانه كل الموضوع انا من فتره بسيطه بس هيك من باب الحشريه فتت على جوجل، عمال احط انا اسم الموقع عشان اشوف ستور، شوف مخازنهم، مثل ما انا فوت كل فتره وفتره بشوف مخازن امازون، يعني حلو تشوف هدول الامور والتطور اللي عمال تصير فيهم. وانا بس كرمال بر زمت جاي عمال اقول لكم انه يا جماعه ما تستعملوا لهذا الموقع. طيب ولنرجع هلا مره ثانيه نحن لصلب الموضوع اللي هو الشراء اونلاين والبلاك فرايداي وهدول الامور. ما تخلي الشركات والمواقع يضحكوا عليك بموضوع السعر ويرفعوا سعر يرفعوا سعر المنتج يوم البلاك فرايداي ويرجعوا يعملوا لك خصم مره ثانيه 20%، هيك انت بتكون ما استفدت شيء وبكون اساسا ضحكوا عليك. يعني عفوا بهالكلمه، في بلاج ان على امازون اسمه كيبا بتحمله من جوجل، بيبعث لك كل الاسعار بشكل يومي، بيقول لك هذا المنتج قديش سعره اليوم، قديش صار، قديش كان امبارح، بيعطيك كمان كل تفاصيل المنتج وكل تفاصيل اسعاره. حمله هلا انت عندك وضيفه، هو مجاني ما بتدفع عليه فلوس نهائيا، وفيك كمان انت تضيف عليه المنتجات اللي انت عبالك تشتريهم او يلي مخطط انك انت تشتريهم، وبس لما يتغير سعره ينخفض او حتى كمان يرتفع سعره بيبعث لك مباشره ايميل على ايميلك الشخصي وبخبرك انه هذا المنتج نزل سعره يلا روح اشتريه. حتى كمان مثل ما عم اقول لكم بيعطيك الرسم البياني لحركه الاسعار من يوم اللي صدر المنتج للتاريخ اللي انت عمال تشيك فيه هذه القطعه. هذا بالنسبه لامازون وللشراء اونلاين. هلا اذا جينا بدنا نحكي شوي صغيره على المحلات او على المواقع اللي هي بتكون لوكال عندك ببلدك، انا بنصحك شوف للبلاك فرايداي بعد فيه يمكن اسبوع او اسبوعين بهذا المعدل، ممكن 10 ايام، فافضل انك انت تبلش من اليوم، وكان افضل اساسا تبلش من الاسبوع الماضي. شوف شهن القطع اللي انت بدك تشتريهم، سجلهم على ورقه، سجل اسعارهم على ورقه او حتى على الكمبيوتر عندك باكسل شيت، المهم انك انت تحفظ اسعارهم، خليك عمارة تتبعهم على مدار هدول الاسبوعين، لانه سامحوني يعني بهذه الكلمه، مواقعنا نحن او حتى كمان ببلادنا العربيه كثير في غش بالاسعار وما في رقابه 100% على هدول التفاصيل، فممكن انهم يبلشوا يزيدوا لك السعر شوي شوي، 50 ريال 25 ريال 100 ريال او اذا بدنا نحسبها على الدولار يعني مبالغ صغيره صغيره، لحتى توصل ليوم بلاك فرايداي ويجي بيقولوا لك نحن حنعمل لك خصم 20%، تطلع بالسعر بتلاقيه هو نازل 3 4 ريالات، فبكونوا ضحكوا عليك. عشان انت تتفادى هيدي المواضيع افضل انك انت راقب السعر من اليوم ليوم البلاك فرايداي وشوف اذا حينخفض فعلا ولا حتكون بس هي حركات تسويقيه. وصراحه انا ححاول يوم البلاك فرايداي اعمل لكم بث مباشر او فيديو مصور انا عن كل قطع الكمبيوتر وكل تفاصيل الكمبيوتر حتى كمان والاكسسوارز يلي حيكون فعليا خصم محرز، حتبع لكم انا الاسعار شوف اذا نزل سعره بشكل ملحوظ وبشكل كويس واقعد انصحكم فيها هيدي بتشتروها وهيدي لا. فعلى اغلب انه هيدا الفيديو حينزل نفس النهار البلاك فرايداي بس على الفتره المسائيه شوي صغير، بضل في عندك وقت انك انت تطلب وبضل في عندك وقت تستغل البلاك فرايداي او الجمعه البيضاء الجمعه السوداء على حسب شو بسموها. وخلونا هلا كمان ننتقل على النقطه الثانيه اللي هي مرتبطه بشكل غير مباشر بالنقطه الاولى، انه يا جماعه عمليا بس بديننا وبمجتمعنا وبقيمنا الاسلاميه كثير وما لازم نسكت عن هذا الموضوع نهائيا. بعرف انه في اشخاص كثير وفي قنوات اكبر مني حكوا بهذا الموضوع، بس انا كمان واجب علي من المنبر اللي انا عمالي بحكي فيه نزيد التوعيه عن هذا الموضوع. موضوع لعبه كول اوف ديوتي اللي فيها صور للمصحف الكريم وهو مخزق ومرمي على الارض وعمليا دعس
عليه باللعبة. هيدي الحركة منا جديدة على الجماعة، كأنه هن متعمدين الإهانة لنا ولرموزنا الدينية. أقل واجب عليك أنت كشخص تحترم دينك أنك أنت توقف تلعب لهيدي اللعبة وتحذفها بالكامل من عندك ومن على الجهاز. ورسالتي أنا هون للستريمرز اللي عندهم عدد متابعين كتير، أنت يا جماعة مؤثرين بالمجتمع، لازم تاخذوا موقف من هذا الموضوع وتوعوا متابعينكم أنه أو يحذفوا هدول الألعاب أو أنتوا حتى كمان توقفوا تلعبون نهائيا، لأنه اعتذار الشركة الخجول منه كافي نهائيا والموضوع مش مسحة. كل شوي صغير يندق أو ينحكى أو ينساء لديننا، فأفضل أن احنا نبعد عنه لهذا الموضوع، وأي شيء بمس بديننا نحن المفروض أن احنا نبعد عنه. يمكن أنا ما في بالعادة أحكي عن هدول المواضيع، بس لازم نحن نوعي عليهم بنية هذا ديننا، ويلا ما بدي احترم ديننا نحن كمان ما بدنا نحترمه، وما بدي أساسا نتعاطى معه من الأساس. خلينا ننتقل هلأ على باقي المواضيع اللي هي حتكون مواضيع تقنية أكثر، ونرجع لتفاصيل الكمبيوتر وقطعه. يعني بالنسبة للجيل الجديد من انتل والمنصة الجديدة بالكامل وتوافقها مع الويندوز 11، الأخبار بتقول أنه في عدد كبير من الألعاب فوق 50 لعبة فيهم مشاكل وعدم توافق مع الويندوز 11 والمعالجات انتل الجيل 12. المشاكل هي عبارة عن كراش باللعبة من دون سابق إنذار، بتلاقي حالك صرت برات اللعبة وفصلت اللعبة من دون تعطيك حتى كمان رسالة خطأ. في أكثر من سبب، أولاً الويندوز 11 وتحديداً بتقنية الـ VPS الـ Virtualization Based Security اللي بتقلل من أداء الألعاب بشكل عام على الويندوز 11، وفي ألعاب بتوقفها نهائياً عن العمل وبتسبب الكراش من ثم تطلع لك مثل ما عملي لكم رسالة خطأ، بس بتلاقي طلعت من اللعبة وانتهى الموضوع. وكمان من ضمن الأسباب هي معمارية انتل الجديدة وتقسيم الأنوية بين أنوية أداء يلي هي البي كورز وأنوية كفاءة يلي هي الإي كورز. على حسب ما طلع مع أيمن محمد بقناة سنكرة بالاختبارات يلي عملها، إنه في ألعاب عمالة تشتغل على الإي كورز بدل البي كورز، يعني عمالة تشتغل على الأنوية الصغيرة بدل ما تشتغل على أنوية الأداء اللي هي الأنوية الكبيرة المطلوب تعطي أداء عالي، وعم تسبب بضعف الأداء على الويندوز 11. وفي ألعاب كمان مثل الرينبو 6 استغلت أنوية البي وهي هيدي الأنوية الأداء، وقدمت فرق واضح باللعب بين الويندوز 11 والويندوز 12، وحتى كمان بالأجيال كلياتها بتشوف أنت الفرق ملحوظ بعدد الفريمات وعدد الإطارات. يعني الموضوع بعده لهلا متلخبط حبتين، بده شوية وقت حتى المطورين يشتغلوا على التحديثات، إن كان من شركات لوحات الأم حتشوفوا تحديثات كتيرة، من شركة مايكروسوفت، أو حتى كمان مطورين محركات الألعاب. في كتير تحديثات يا جماعة جاية قريبا على المنصة الجديدة. وبالرغم من هذا الحديث كلياته يا جماعة، شفت أنا مبارح فيديو لدير باور عمالي يعمل فيه اختبارات لأنوية الإي لحالي اللي هي أنوية الكفاءة أو الأنوية الاقتصادية فينا نسميها، وفصل تماما أنوية الأداء اللي هي البي كورز، ونتيجة طلعت أنه الأنوية قوية يا جماعة، أنوية الإي قوية منا ضعيفة نهائيا. بتجربة هو أنا شفتها على لعبة واحدة بس، عدد الفريمات على المعالج بكل الأنوية في البي والإي كورز عملت تقريبا 200 وكسور، يعني 200 وشوي عدد كان الإطارات، بينما على أنوية الإي بس كانت حوالي 125 فريم، يعني على أنوية الكفاءة بس. فلما أنت تطلع بالنسبة بين 200 وشوي، يعني يمكن كانت 210 على حسب ما بتذكر أنا، تنخفض لل 125 على أنوية الكفاءة بس، يعني أنوية قادرة تشغل الألعاب بكل رياحة. طبعا حتكون أقل من أداء البي كورس، بس برضو حتكون أنوية شغالة مظبوط وحتكون أدائها كمان كويس. فما بالك أنت لما يجتمعوا هدول الأنوية اثنيناتهم مع بعض ويصير في تناغم ويصير في تناسق مظبوط بتقسيم المهام من ويندوز 11، أي هي المهام اللي بدها تروح على البي كورس والمهام اللي بدها تروح على الإي كورس، حتشوفوا في اختلاف بعد بالأرقام وبالنتائج. وكل هذه اللخبطات عمال أقولكم اللي أنتم عمال تشوفوها بالوقت الحالي ما بين أداء الاي كورز والبي كورز والويندوز 11 والويندوز 10، كلياتها هيدي بتروح بشويه تحديثات اذا الله رد بدها تجي قريبا. الخبر الرابع مرتبط بكروت الشاشه يلي تقريبا فينا نقول عنه للاسف انه تاقلمنا يمكن على اسعارهم، خلص العالم صارت عمالة تشتري لانه ما بقى قادر تنتظر، صارنا سنتين بهيدي المشكلة. كانوا عمالي يقولوا لنا انه هيدي هي الاسعار الجديدة، اللي عجب اهلا وسهلا، واللي ما عجب يروح على الكونسول، هيدا اساسا اذا لقى كونسول كمان. لانه انتل وعلى حسب التسريبات وتحليل المقابلة اللي صارت مع المدير المسؤول عن كروت الشاشة، انه انتل حتعبي فراغ الكروت الاقتصادية واللي هي اعلى كرت عندها الRTX بوازي الRTX 3070. بس ذكر كمان بحديثه انه الكروت ما فيها نظام حماية ضد التعدين، بالاضافة كمان انه في نقص بمواد التصنيع. يعني مثل ما بقول المثل، جبنا لقرع تيونسنا كشف عن قرعته وخوفنا، يعني ما استفدنا شيء منك يا انتل ومن هالكروت الجديد اللي انت حتنزليهم. واذا هذا الحديث صحيح يا جماعه، معناتها انتل على نفس المسيره يلي كانوا عمالين يمشوا فيها الشركتين الاول، كروت كويسه بسعر اطلاق ممتاز واسعار كثير حلوه، توفر ضعيف، ضعف بالانتاج، المعدنين حيسحبوا المنتوج اللي هو بالسوق، حيرتفع السعر، وراحت عليك انت يا مسكين يلي بدك كرت عشان تلعب فيه دق ببجي وتبقى قاعد باللوبي لانك اساسا التنوب ما بتعرف تلعب. مشكلة كتير كبيرة يا جماعة، وصراحة صار الموضوع ممل، ومثل ما بقوله ما بقى لي نفس احكي عنه كتير لهذا الموضوع، فخلونا نروح على موضوع تاني.
خلينا نروح هلا على خبريه مضحكه اكثر اساسا ومحزنه بنفس الوقت، انه اي في جي اي صرحت عن سرقه شاحنه كانت بطريقه من سان فرانسيسكو لكاليفورنيا على المركز الموزع بكاليفورنيا. الفكره بالموضوع انه كانت محمله بكروت ار تي اكس 3000، وصرحت كمان في جي اي انه اسعار الكروت بين 329 دولار لل 1960 دولار حق الكرت، يعني معبيه كلياتها بكروت بين 3060 ل 3090. واللي صار هلا انه الاجراءات اللي اخذتهم اي في جي اي انه كل شخص بيشتري واحد من هدول الكروت اللي هي السيريال نمبر تبعهم بيتضمن رقم 496A حيكونوا مشاركين بالسرقة، بالإضافة كمان أنه الكروت ما حتكون على الضمان نهائيا وما حتتسجل بموقع EVGA الرسمي، حتكون مثل ما بقوله ما في عليها ضمان إذا صار في عليك أي مشاكل، ما فيك أنت لا تستبدل الكرت ولا تعمل في شيء. هذا إذا ما قدروا هن أساسا يوقفوه لهيدي الشريحة من عندهم، يعني من ضمن التعريفات والأبديت اللي يعملوها. ممكن هيدا أنا بوجهة نظر أنه هن ممكن يعملوا هدول الأمور مثل ما أبل بتعمل بالجوالات اللي بصير في عليها بيكسروا الحماية تبعوله بهدول الأمور. ما بعرف مين بيخطر بباله انه هو يسرق شاحنة كروت شاشة لهالدرجة، وصلت للعالم انه هي تسرق شاحنة بقلب كروت شاشة. بس مثل ما عم بقولكم انه نحن ما ناقصنا اساسا سرقة كروت الشاشة عشان تكمل معنا على الاخير، يعني الله يستر من اللي جاي. والخبر اللي بعده بشكل سريع، فالفي اللي هي الشركة المصنعة على ستيم داك صرحت على موقعها الرسمي انه الجهاز حيتأخر تسليمه حتى اشعار اخر، ممكن يكون بشهر 2 اللي هو بسنة 2022 وممكن اكتر كمان بعد هلا، ما في تفاصيل واضحة عن هذا الموضوع، بس خبرية موجودة وقلت انا اخبركم عنه. واخر شيء بدي احكي فيه هو موضوع نقاش اكتر اللي فيه تضارب الاراء اذا انت بتشتري الجيل 12 من انتل او حتى بتنتظر. انا يا جماعة من اول الاطلاقات كنت انا واضح برأيي وخبرتكم اياه، كان يمكن مختلف عن كتير القنوات وقنوات كانت تنصحكم يمكن اكتر مني، بس انا كان في عندي وجهة نظر وخبرتكم اياها اللي هي تفكيري الشخصي انا كيف بتصرف. وقلت لك اذا انت شخص معك فلوس الميزانية بتسمح توكل على الله اشتري الجيل 12 واشتريه، وخاصة إذا أنت ما عندك كمبيوتر وبدك تبني من الصفر. يعني هلا اليوم يلا بسم الله أنا بدي اشتري كمبيوتر، روح اشتري الجيل 12 لأنه جيل ممتاز. هذه بوجهة نظري الشخصية، وأي إطلاق بكون في بقلبه مشاكل وكل هيدي المشاكل بتنحل مع الوقت بالتحديثات اللي حتجي خلال الأشهر الجاية. أما إذا أنت شخص بدك تطور الكمبيوتر اللي أساسا موجود عندك، لا أنا هون بقى بيتغير الحديث، بقول لك انتظر حتى كل شيء يبين ويكون مزبوط وتعرف أنت لوين بدك تتوجه، أي كمبيوتر بدك تجيب، أي معالج بدك تجيب، أي لوحة بدك تختار، معالجات بالكي، معالجات بالاف، معالجات كي اف، معالجات من دون لكي ولا اف، من دون كارت شاشه وما لك كسر سرعه، تعرف انت شو اللي بدك تختاره. هل هالفرق بين جهازك والجهاز اللي انت بدك تشتريه حيكون خطوه مستاهله انك انت تطور عليه ولا لا؟ يعني ما تجي انت تقول لي انه انا بدي اشتري لوحه جديده زد وبدي اشتري انا معالج جديد ورامات جديد بالمبلغ الفلاني عشان بالاخير انا اخذ 5 و10% زياده. طب ما مش هيك هي الخبريه وهيك انت حتكون عمال تصرف فلوس على الفاضي. اما اذا انت جهازك قديم كليا وخلص صار هو لازم انك انت تطور، خلص مثل ما بقولوا حكم عليك التطوير وجهازك صار خلص ما بقى له نفع نهائيا، مش عمال تستفيد منه، بس الميزانيه عندك محدوده كتير، انا بوجهه نظري او بنصيحتي لك انك انت تنتظر شوي صغير لتنخفض اسعار المعالجات اللي هي حتكون منافسه للجيل الجديد. وبالمناسبه كمان احتمال كتير كبير انه كل المواقع هيدي تعمل تخفيضات وتعمل خصومات عاليه على المعالجات والقطع القديمه. قطع قديمه يعني امتى؟ يعني جيل 10 وجيل 9، لانه سعر مقابل اداء صاروا غاليين مقارنة بالجيل 12. يعني لما ال 12600 اللي هو الاي 5 قدم اداء افضل من الاي 7 مثلا ال 10700 وبسعر اقل منه يمكن ب 150 دولار 170 200 والله مش ذاكر قديش السعر على الزبط، فمعناتها الاي 7 ما حدا حيشتريه مقارنة بالاي 5. انت بالنسبة لك الاي 7 بده ينخفض سعره عن هذا المعدل، حيكون تجارة مربحة لك وحيصير الطلب على هدول المعالجات القديمة اقل، فانت اللي حتكون عم تستفيد منهم. هذا توقع الشخصي انا انخفاض هدول الاسعار او اللي هي يعني سوق عرض وطلب، والفكره انه منطقيه اكثر من انه راي شخصي. هذا المنطق هيك بيقول لك انتظر وشوف انت اذا حتكون مستفيد اكثر فين لهدول الاسعار ولا حيبقى الجيل الجديد افضل لك سعر مقابل الاداء. هذا كان شير اليوم، بتمنى تكون عجبتك الحلقه. بعرف انه ما في كتير اخبار حماسيه، بس صراحه يا جماعه في اول نقطتين اللي هي هدف الحلقه تبعيت اليوم كانوا كتير تعبين وبدي احكي عنه لانه كان في غلط انا عامله وكان بدي اعتذر عن هذا الغلط اللي انا عامله. بس وهذا كان كل شيء لليوم، اكتب لنا اي شيء بالتعليقات تحت بساعد الفيديو عشان ينتشر اكثر، اشترك بالقناه اذا بعدك جديد وفعل زر الجرس ليوصلك اشعارات بالمقاطع الجديده، ما تنسى اللايك والشير كتير مهمين لينتشر المقطع. شوفكم اذا الله راد بالحلقه الجاي، والسلام عليكم.